أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الإخبارية المتواصلة مع حضراتكم على شاشة إكسترا نيوز، ونخصص هذه التغطية للحديث عن جهود مصر في دعم قطاع غزة وإدخال المساعدات واستقبال الجرحى والمصابين. مع استعداد مصر أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط. وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل. ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد، فمن أجل السلام فليعمل العاملون. نجحت الدبلوماسية المصرية في إعادة فتح المعبر من الجانب الفلسطيني وإدخال عدد من شاحنات المساعدات إلى غزة ونقل مصابين من الحالات الحرجة بينهم أطفال، ثم السماح لرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية من العبور. وجاء فتح المعبر بعدما بذلت مصر جهودا سياسية وإنسانية مضنية لحقن دماء الأشقاء في غزة والحيلولة دون إراقة المزيد من الدماء البريئة. ونادت المجتمع الدولي من أجل إيقاف إطلاق النار وإدخال المساعدات، وفي ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات التي وصلت عبر معبر رفح، وتم تشخيصهم وتشخيص دقيق برعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بالمعبر أو داخل المستشفيات، وتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم. هذا وتواصل مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بذل الجهود الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين من خلال إطلاق العديد من المبادرات والفعاليات وتجهيز القوافل الإغاثية من كافة المحافظات لدعم أهالي غزة. كانت من ضمن جهود حياة كريمة إطلاق مبادرة جديدة تحت شعار من إنسان لإنسان لدعم أهالي فلسطين وتجهيز المزيد من المواد الإغاثية والمساعدات الموجهة لقطاع غزة. يأتي ذلك تكثيفا لدورها الإغاثي والإنساني عقب انتهائها من إيصال المرحلة الأولى من قوافل المساعدات لأهالينا في غزة، واستعدادا لتجهيز المرحلة الثانية من القوافل الإغاثية. المبادرة الإنسانية لحياة كريمة تأتي انطلاقا من شعار المؤسسة نفسها حياة كريمة من إنسان لإنسان، وتعزيزا على دورها في كافة أنشطتها التنموية المحلية منها والدولية، حيث ترتكز المرحلة الأولى من المبادرة على مشاركة الأطفال في تجهيز المساعدات الموجهة لفلسطين، وتأتي تحت شعار من طفل لطفل بهدف رفع توعية لدى الأطفال والنشء حول أهمية القضية الفلسطينية ودور مصر القيادي في دعمها على مر التاريخ. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ عصام عبد الرحمن عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. أستاذ عصام برحب بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك وبكل الساده المشاهدين. خليني اسال حضرتك عن اخر مستجدات يعني عمل التحالف في اطار طبعا المساعدات الموجهه لقطاع غزه. غرفه عمليات التحالف المشكله لاداره التعامل مع قضايا دعم أهالينا في غزة لشكلها التحالف من قياداته ومن كل المؤسسات المنضوية تحت رايته بتعمل على مدار الساعة. الحقيقة تم إقرار آلية جديدة للتوصيل الدعم بجسر بري متواصل
بشكل يومي من المؤسسات للمعبر، وإن شاء الله بإذن الله تدخل على طول الشاحنات بحيث أن احنا نلبي أكبر قدر ممكن من الاحتياجات. كمان بالتوازي مع امتداد الجسر البري للدعم بشكل يومي في تغير نوعي يعني يلبي الاحتياجات بشكل ملح، تغير نوعي في طبيعة ومكونات الأدوية وطبيعة المواد الغذائية اللي بيتم دعم أهالي غزة بيها. يعني ده يخليني أسأل حضرتك عن التفكير أو آلية العمل كيف تتغير يوم بعد يوم، لأنه بيحصل تدهور سريع ومستمر في داخل القطاع، إذا كان المتعلق بالقطاع الصحي أو للأسف الشديد مزيد من الإصابات، مزيد من حالات اللجوء، ومزيد طبعا من التدهور العام في القطاع. إزاي ده بينعكس على عمل حضراتكم في التحالف؟ الحقيقة طبعا كلنا بنشاهد زي ما حضرتك ذكرتي يعني تفاقم الأزمة داخل قطاع غزة، زيادة أعداد المتأثرين واللي محتاجين بشكل فعلي لدعم. زي ما ذكرت لحضرتك كمان غرفة عمليات التحالف من بين أهم مهامها رصد الاحتياجات بشكل يومي ودراسة طرق تلبية الاحتياجات الأسرع والأأمن والأكثر تأثيرا. عشان كده كان اتخاذ القرارات السريعة والتعديل في شكل تقديم المساعدات كان بيتم بسلاسة شديدة. من بين آليات التغيير زي ما ذكرت لحضرتك كمان ان الشكل التقليدي للمساعدات الغذائية تم الاستغناء عنه واستبداله بمساعدات غذائية ذات قيمة غذائية تلبي الاحتياج الغذائي للأهالي وفي نفس الوقت تناسب ظروف معيشتهم داخل قطاع غزة، سواء كانوا داخل المدارس أو في قطاع الكهرباء وعدم وجود وقود وعدم وجود فرص لطهي الطعام. كمان طبيعة المواد الغذائية اللي بيتم دعم أهل غزة بيها لابد إن احنا إنها تناسب طبيعة النقل اللي لمسافات طويلة من هنا لحد هناك، وكمان إمكانية أنه قد تنتظر يوم أو أكثر من يوم. عشان كده استبدلنا الشكل التقليدي بمواد غذائية معلبة يتم استفادة المستهلك لها مباشرة بمجرد وصولها، زي اللحوم وزي التونة وزي كل المعلبات من أجبان وألبان وأيضا يعني مربات، كل المواد الغذائية اللي فيها قيمة غذائية عالية وتناسب الظرف. كمان نفس التفكير ونفس الأداء المواكب لتطورات الأحداث لحظة بلحظة كان يعني ده كمان حصل في الشق الطبي. احنا شايفين الشق الطبي وبالتوازي مع بداية استقبال مصر لجرحى من قطاع غزة، دعمنا الطبي مستمر متواصل على أولويات دعمنا الطبي النهاردة بشكل ملح، أدوية المضادات الحيوية ومستلزمات غرف العمليات، مستلزمات الكسور، الأدوية الملحة اللي بتحافظ على حياة المرضى من الحالات الصعبة زي أمراض الكانسر وغيرها من الأمراض. كل دي أولويات للتحالف بيحرص عليها من خلال كل مؤسساته وبيساعد بشكل كبير في تلبية الاحتياجات لأهلنا في غزة من خلال كل عمل التحالف من الداخل بقى أستاذ عصام، كيف تتم وكيف يتم التنسيق ما بينكم أو فيما بينكم لوضع الأسبقية للعربات على المعبر نفسه من حيث طبعا الدخول، لأن احنا عارفين محددين حتى الآن يعني بعدد من الشاحنات اللي بتدخل القطاع، فإزاي بتحددوا الأولويات والأسبقية للاحتياجات القطاع فيما بينكم في التحالف؟ طيب، والحقيقة التحالف منذ بدء عمله وإنشاؤه في مارس 22 هو يتسم عندونه من الكيانات بالتنسيق الشديد والتواصل الشديد ما بين كل مكوناته، قيادات المؤسسات وقيادات التحالف ذاتها. عشان كده زي ما ذكرت لحضرتك في البداية غرفة عمليات مستمرة بتتابع الأحداث وبتترقب وترصد الأحداث أول بأول. آلية العمل اللي بيتم تنفيذها داخل غرفة العمليات آلية مرنة
بتستوعب المتغيرات اللي حصل لحظة بلحظة، بتتابع التنفيذ. كمان الحقيقة من بين أهم مزايا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التنسيق الشديد، مش بس داخل كيانات وما بين كيانات وبعضها البعض، ولكن أيضا ما بين كل مكونات الدولة المصرية، ما بين الأجهزة التنفيذية والأجهزة السيادية المعنية بالأزمات العربية. كل الحقيقة التنسيق ده بالتأكيد لابد أن يثمر ما لا تخطئه العين الآن من يعني دعم مصري وتعبير عن نبض الشارع المصري في دعم أهالينا في غزة. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. خطوات إنسانية سريعة وجريئة قامت بها القيادة السياسية المصرية خلال الساعات الماضية لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة. المزيد في هذا التقرير. تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل مصر جهودها نحو تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، والتي برزت في التحركات التي شهدتها الساحة خلال الساعات الأخيرة. وما زال مطار العريش الدولي يستقبل طائرات المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الجانب الفلسطيني والمقدمة من الدول العربية والأجنبية ومنظمات الإغاثة، تمهيدا لتوصيلها لقطاع غزة عبر معبر رفح. معبر رفح البري شهد وصول أول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة لعلاجهم بمصر، حيث تم توقيع الكشف الطبي على كل الحالات وتشخيصهم تشخيصا دقيقا وتحويل مصابين منهم للمستشفيات المجهزة بشمال سيناء. كما تم إدخال مجموعة من الفلسطينيين الحاملين لجنسيات مزدوجة وتقديم كل أوجه الرعاية لهم. وتأتي تلك الخطوات اتساقا مع نهج الدولة المصرية الداعم للقضية الفلسطينية، الذي ترجم في تحركات القيادة السياسية من أجل وقف إطلاق النار ووقف تهجير الفلسطينيين بعيدا عن أرضهم، من خلال الاتصالات واللقاءات التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي. في الوقت نفسه تواصل وزارة الخارجية الجهود الدبلوماسية التي ترتكز على دعم حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع الحفاظ على حياة المدنيين وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، ابتغاء للوصول إلى السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، واستكمالا لدعم الأشقاء في غزة. أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الانتهاء من تسليم قافلة من المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، والتي انطلقت يوم 14 من أكتوبر الماضي، وهي القافلة الأضخم، حيث تضمنت 108 قاطرات محملة بألف طن من المواد الغذائية واللحوم، وأربعين ألف بطانية، وثمانين خيمة
بجانب ما يزيد على 50,000 قطعة ملابس وأكثر من 300,000 علبة أدوية ومستلزمات طبية، يرافقها طاقم طبي يضم مختلف التخصصات. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور مصطفى زمزم، سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة وعضو تحالف الوطني للعمل الأهلية التنموية. دكتور أنا برحب بحضرتك. مؤسسة حياة كريمة ضمن عملها وبالتنسيق طبعا مع تحالف الوطني للعمل الأهلية التنموي، عمل شغل يمكن محترم وهايل جدا في المرحلة أو هذه المرحلة لدعم أشقائنا في قطاع غزة، وبالأخص الحقيقة أنه مؤسسة حياة كريمة خرجت بمبادرتين من إنسان لإنسان ومن طفل لطفل، وهما بالأساس لدعم إخواتنا في القطاع. لو تحدثنا أكثر عن هذه المبادرات الموجهة بشكل خاص لقطاع غزة. الحقيقة يمكن مؤسسة حياة كريمة وكل أعضاء تحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلقوا كثير من المبادرات لدعم الأشقاء في غزة، وكان من أهم المبادرات في بداية الانطلاق لدعم الأشقاء في غزة الحملة الشعبية للتبرع بالدم، وكنا بنرى كل المتطوعين من الحياة كريمة ومن التحالف الوطني ومن كل المؤسسات وصناع الخير وكافة الجمعيات الأهلية الشريكة بيشاركوا في هذه الحملة اللي جمعت آلاف من أكياس الدم من الشعب المصري في كافة الميادين المصرية، ثم الانطلاق الأهم والأكبر وأكبر قافلة 108 شاحنة أو تريلا من المحملة بالمواد الغذائية والأدوية والمطافين والملابس والخيم. وده شيء الحقيقة يعني كل الشعوب رأت المثابرة والترابط والتواجد للمتطوعين أمام معبر رفح لعدة أيام لحين إعطاء الضوء الأخضر لمرورها إلى الجانب الآخر من المعبر المصري. وده الحقيقة كان بيدل على تكاتف كل الشعب المصري لدعم أهالي غزة، واستمرت هذه المبادرة من حياة كريمة ومن التحالف الوطني وكل الأعضاء التحالف في استمرارية تنفيذ واستدامة الدعم الموجه للأشقاء في غزة بناء على توجيهات السيد الرئيس، اللي يمكن في أكثر من لقاء وفي أكثر من مرة بنرى في كلمة سياسة دعم وتوجيه لكل قطاعات المجتمع المدني والجهات الإغاثية المصرية، والتعاون أيضا مع الهلال الأحمر المصري في حشد كل الجهود لتقديم كافة أنواع الدعم والمستلزمات المطلوبة في قطاع غزة للمرضى والمصابون وجراء القصف من الجانب الإسرائيلي. خليني أسألك حضرتك يا دكتور عن المطلوب الآن من إذا كان من المساهمة أو عمليات التبرع أو حتى المتطوعين، وطبعا أخص هنا بالذكر إذا كان الموجه لمؤسسة حياة كريمة لقطاع غزة أو التحالف بشكل عام. هي يمكن ده بنتكلم فيه بشكل عام لكل أنواع المساعدات والدعم لكافة أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي، على رأسهم طبعا المؤسسة حياة كريمة وكافة المؤسسات المشاركة في التحالف، اللي يمكن ما تأخروش أو يعني انتظروا للحظة لتقديم الدعم. أي حد من الشباب المتطوعين لأبناء الشعب المصري قدروا يشاركوا ده من خلال الصفحات بتاعتنا على السوشيال ميديا. صفحة التحالف الوطني مفتوحة أمام الجميع لأي أنواع من الدعم أو التبرع أو المشاركة سواء المادية أو العينية أو التبرع بالدم من خلال فروع جميع المؤسسات، ويوجد مستشفيات كبيرة خيرية تتبع للتحالف الوطني يمكن التبرع من خلالها، يوجد مستشفيات وزارة الصحة، الهلال الأحمر المصري، كثير من الجهات اللي تجمع تبرعات بالدم. ولكن هناك نوع مهم جدا وهو الدعم المعنوي والدعم الإغاثي والدعم التطوعي. ده شيء مطلوب من كل شبابنا، فيقدروا من خلال صفحات حياة كريمة، صفحات التحالف الوطني، صفحات كل المؤسسات الكبرى أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يقدروا يشاركوا من خلاله. وده احنا بنشوفه بشكل يومي مستمر، آلاف من الشباب المتطوعين لدينا في التحالف، أكثر من 250,000 متطوع، لكن نحتاج لأضعاف هذه الأعداد في الفترات الحالية والقادمة. بنجهز الآن إن شاء الله خلال الساعات القادمة لانطلاق القافلة الثانية للمعبر،
من خلال المضابط. حضرتك تقصد يا دكتور المتطوعين اللي هيكونوا على المعبر؟ نعم يا فندم. حضرتك تقصد هنا بالمتطوعين انه المتطوعين اللي هيكونوا على المعبر ولا اللي موجودين مسبقا؟ احنا بنحتاج المتطوعين، المتطوعين الموجودين على المعبر لهم تصريح مسبقه من خلال التحالف الوطني العام الاهلي التنموي. يوجد لدينا متطوعين من ابناء شمال سيناء بيساعدونا في داخل مدينه العريش، لكن المتطوعين اللي بنطلبهم هنا في تجهيز وتجميع تعبئه وتجهيز المواد الغذائيه، البطاطين، الملابس، الادويه، تغليف هذه كل هذه التبرعات ووضعها في وضع الاستعداد للتحرك في اي وقت بيتم ابلاغنا به من قبل الجهات الامنيه المصريه حتى التحرك. لكن لا نريد اعداد كبيره طبعا امام المعبر، معبر له جهات امنيه والتصريح معروفه مسبقا، وده بيقوم عليها التحالف الوطني فقط من قبل الاداره الفنيه للتحالف الوطني الاهلي التنموي. المطمئن الذين نطلبهم او المشاركه هو داخل مقرات المؤسسات، مؤسسات معلنه على فقط التحالف الوطني، بنعلن اماكننا، بنعلن مخازننا فين، بنعلن احتياجنا للمتطوعين يعبوا او يساعدونا في نقل هذه المحتوى. احنا حضرتك بنتكلم على اكثر من 1000 طن في القافله. نعم. بالتالي 1000 طن بيحتاجوا جهود كبيره جدا من الاف المتطوعين، ساعات من التطوع، ساعات من حضراتكم شغالين بشكل يومي يا دكتور؟ بشكل يومي من الصباح كل يوم حتى يمكن الساعة 11 مساء من كل يوم، تعبئة وتغليف ونقل إلى شاحنات تريلات. تريلاتنا الآن جاهزة الحمد لله للتحرك في أي وقت هيتم إبلاغنا به من قبل الإدارة الفنية للتحالف الوطني العام الأهلي التنموي. بنتحرك كلنا مع بعض طبعا على رأس المؤسسات حياة كريمة، كل أعضاء التحالف. لدينا كميات كبيرة بفضل الله قدرنا نجمعها من شركات الأدوية المصرية، المستلزمات الطبية المطلوبة، بعض الخيام المطلوبة، الملابس الشتوية، البطاطين. الآن بنجهز طبعا في المواد الغذائية معلبات جاهزة للأكل بشكل فوري دون استخدام أدوات الطهي عشان ما فيش إمكانية في الأماكن داخل. طبعا زي ما حضرتك تعرفي قطاع غزة هناك دمار كامل للمنازل، لأدوات الطهي، لأماكن حتى وكالة الإمرواء داخل المدارس اللي بتأوي اللاجئين ما فيش اي امكانيه لذلك. وبالتالي احنا بنوفر دايما ادوات الغذائيه، المعلبات، بنوفر كميه كبيره من المياه للشحن ايضا مع التريلات ان شاء الله بتتحرك. فده بنحتاج فيه جهود كبيره جدا من المتطوعين، بنحتاج جهود كبيره جدا من مساعده المصريين في هذا الصدد. بنتحرك ان شاء الله كلنا يد واحده تحت مظله التحالف الوطني العمل الاهلي التنموي، تنسيق مع كافه الاجهزه الامنيه للدولة المصرية، توجيهات السيد الرئيس ان احنا يكون التحالف الوطني كل مؤسساته بما فيهم حياة كريمة وصناع الخير وكافة المؤسسات جاهزة للتحرك في اي وقت. الحمد لله احنا جهزنا الان احتياجات القافلة الثانية. نعم. لدينا الاف من الاطنان مجهزة ومستعدة للتحرك. القافلة الثانية تقريبا كم شاحنة يا دكتور؟ في الغالب ان شاء الله لا تقل عن القافله الاولى بل تزيد طبعا ان شاء الله، قد تصل الى اكثر من 150 شاحنه الى يعني طبعا من هنا لغايه فجر السبت ان شاء الله هيكون ظهر الاعداد بالكامل. كل ساعه بيضاف لينا اعداد، لكن طبعا ده بيكون تعليمات من الاداره الفنيه للتحالف الوطني العام الاهلي التنموي بالتنسيق مع الاجهزه الامنيه. قد يتحرك جزء منها غدا وجزء في ايام اخرى، لكن دي تعليمات طبعا احنا بتجيلنا في المؤسسات بنبقى عارفين هل كل مؤسسه بتحرك 5 شاحنات 10 شاحنات ايا كان الاعداد المسموح بها للعبور من الجانب الاخر. نعم. وبالتالي مش هنحرك العشرات الشاحنات مره واحده، فبنحرك اعداد حسب التعليمات من الجهات الامنيه. وده بشيء بيكون واضح ومصرح به بشكل رسمي من الدولة المصرية. التحالف الوطني بيبذل بكل طاقمه الفني وغرفة العمليات الموجودة تعمل ليل نهار 24 ساعة لا تنقطع، غرفة عمليات داخل التحالف بتنسق هذه الجهود. نحن ننتظر في مؤسساتنا تعليمات واضحة بكيفية التحرك، بكم متطوع مع الشاحنة، كم موظف من المؤسسة. التعليمات بتكون واضحه ايضا في استمراريه الانتظار كام يوم امام المعبر او دخولها في نفس اليوم وعوده الشاحنات لملئها مره اخرى ان شاء الله.
في حين طلب ذلك منا اتحاد الوطن العام لأهل سلمى. يعني وإذا كان المطلوب هو متطوعين في هذه المرحلة فما أكثر الشباب بمصر الخير يعني. والحقيقة أنه ثقافة التطوع عندنا في مصر هي ثقافة قوية ولها يعني لها باع كبير بين الشباب المصري وتفهم ووعي يفرح الحقيقة. بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور مصطفى زمزم سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة وعضو تحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. هذه وقفة قصيرة مشاهدينا الكرام، أكون في انتظار حضراتكم لمواصلة هذه الساعة. من جديد أرحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام ومستمرين في هذا الحديث عن جهود مصر ودعمها لفلسطين، حيث أفردت الدولة جهدا ناشطا متعدد المستويات والأبعاد لخدمة ملفات القضية الفلسطينية للوصول إلى الهدف النهائي وهو قرار تسوية عادلة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال مبدأ حل دولتين على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية. المزيد في هذا العرض. هذا وأشاد العديد من المسؤولين والمنظمات الدولية بجهود مصر تجاه مصابي غزة واستقبال الجرحى من قطاع غزة وتسهيل علاجهم، كما أعربوا عن شكرهم لإجلاء بعض الرعايا الأجانب عبر المعبر. المزيد في هذا العرض.
يرتبط الموقف المصري من القضية الفلسطينية باعتبارات ثوابت الأمن القومي والعلاقات التاريخية بين الشعبين، كما تتمسك مصر بحقيقة أن إقرار السلام في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. المزيد عن محددات سياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية يستعرض لنا لؤي أباظة. أهلا بكم. رغم المتغيرات السياسية والاقتصادية التي طالت المنطقة والعالم على مدار عقود، إلا أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية ظل ثابتا دون تغيير وفقا لثوابت الأمن القومي واعتبارات العلاقات التاريخية بين الشعبين. وتتمسك مصر بحقيقة أن إقرار السلام في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، من خلال إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وتؤمن مصر أن تحقيق حل دائم للقضية الفلسطينية يستلزم في المقام الأول توحيد البيت الفلسطيني، وفي هذا الصدد لا تتوقف جهود القاهرة في مسار تحقيق المصالحة الفلسطينية من خلال استضافة اللقاءات والاجتماعات بين الفصائل دون التدخل فيما يتم بها احتراما لسيادة القرار الفلسطيني. وتلقي مصر بثقلها دوما خلف القضية الفلسطينية، خاصة في حالات اندلاع الاشتباكات وجولات التصعيد المتكررة، حيث تعمل في مثل هذه الحالات على وقف إطلاق النار والعودة للتهدئة حقنا لدماء الأشقاء في الأراضي المحتلة، مع تأكيدها أن غياب الحل السلمي هو السبب الرئيسي لتصاعد العنف. وفي الأحداث الأخيرة ظهر جليا الموقف المصري من خلال تأكيد الرئيس السيسي أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى، وأنها لن تسمح بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشددا على أنه لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي. جولات التصعيد المتكررة تخلف دوما فضلا عن الخسائر البشرية خسائر مادية ودمارا في المدن الفلسطينية. وفي هذا الصدد أطلق رئيس السيسي مبادرته لإعادة إعمار غزة في مايو من عام 2021 بمبلغ 500 مليون دولار، حيث تشارك الشركات المصرية العاملة في مجالات البنية التحتية مع ناظرتها الفلسطينية في عملية إعادة الإعمار. وفي كل جولات التصعيد تطالب مصر بحماية المدنيين وعدم تعريضهم للخطر وفقا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ومن هذا المنطلق تعددت أنماط المساعدات المصرية المقدمة للأشقاء في فلسطين عبر إرسال القوافل الإغاثية الغذائية والطبية، فضلا عن استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية. وفي ظل محورية القضية الفلسطينية وأهميتها للأمن القومي المصري، تستثمر القاهرة كل الأدوات الدبلوماسية لصالح القضية من خلال اتصالات ولقاءات للقيادة السياسية المتواصلة إقليميا ودوليا، وطرح القضية في كافة المحافل الدولية لحشد رأي عام عالمي يدفع في اتجاه حل عادل ودائم وشامل لقضية العرب الأولى، القضية الفلسطينية. مشاهدينا، كان هذا عرضا لأهم محددات السياسة المصرية من القضية الفلسطينية. نشكر لكم طيب المتابعة. انتهت هذه الفترة مشاهدينا الكرام من التغطية الخاصة على شاشة إكسترا نيوز. كنت مع حضراتكم أنا لما جبريل، ألقاكم على رأس الساعة في جولة إخبارية جديدة. إلى اللقاء.